بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهم والحزن يا رب إذا شئت سهلا. ناقشنا في الحلقات الماضية البسبار لو امبيدنس ديفانشال بروتكشن في حالة السنجل بسبار، وشرحنا حالات الأعطال عليه، ومن ثم انتقلنا إلى السنجل بسبار وذ كابلر سيركت بريكر مع وجود تو سيتيز على أطراف هذا الكابلر سيركت بريكر، ومن ثم شرحنا حالات الأعطال عليه، ومن ثم انتقلنا إلى السنجل بسبار وذ كابلر سيركت بريكر مع وجود سيتي واحد فقط، ومن ثم شرحنا حالات الأعطال على الدبل بسبار المستخدمة في الهاي فولت ستابستيشن، وفي نهاية الحلقة شرحنا الاند فولت بروتكشن، مع العلم بأن البسبار بروتكشن والاند فولت بروتكشن عادة ما يكون موجودين في نفس الريلي الواحد، كأن يكون ABB ريب 500 ريلي. في هذه الحلقة سوف نشرح لكم عن البسبار هاي امبيدنس ديفرنشال بروتكشن بالتفصيل، فكونوا معنا. ملهم نهضة وطن. تحدثنا في الحلقة العاشرة عن الهاي امبيدنس ديفرنشال بروتكشن، وشرحنا حالاته ومتطلباته، وشرحنا الفرق بينه وبين اللو امبيدنس ديفرنشال بروتكشن، ومن ثم شرحنا اختباره. وفي هذه الحلقة سوف ندخل الى تفاصيل اكثر في موضوع البسبار ديفرنشال بروتكشن سكيم، ومن ثم نشرح معادلات الهاي امبيدنس ديفرنشال بروتكشن مع ذكر امثلة عليه. الديفرنشال بروتكشن الذي شرحناه سابقا والذي يستخدم لتمييز مكان العطل بالضبط، يمكن ان يطلق عليه اسم ديسكريمينيتنج زون او مين زون. وبسبب كثرة التشغيل الخاطئ للديفرنشال بروتكشن من ارتفاع قيمة الديفرنشال كرنت الناتجة بسبب بعض المشاكل العملية، كأن يكون هناك اوبن سيركت في احد دوائر السي تي، او ان يكون هناك مشاكل في وضعيات الاكزيلري كونتاكت الخاص بالبسبار ديسكونكتر او السيركت بريكر او غيرها، اصبحنا مضطرين الى استخدام حماية احتياطية تساعد لتأكيد قرار الفصل، ويطلق على هذه الحماية اسم تشيك زون. وهذه التشيك زون تساعدني حتى أتجنب أي مال أوبريشن ممكن أن يحدث على الديفرنشال بروتكشن إذا عمل ديسكريمينيتنج زون. ويتم تركيب سي تي خاص لتغذية التشيك زون على كل بيز، على كل المغذيات الداخلة والخارجة من المحطة ما عدا البس سيكشن والبس كبلر. وهذا السي تي مستقل ومختلف عن السي تي المستخدم للديسكريمينيتنج زون، يعني على كل بي يوجد لدي 2 سي تيز للبسبار بروتكشن، واحد للديسكريمينيتنج زون والآخر للتشيك زون. يقوم التشيك زون بحساب قيمة الديفرنشال كرنت لكل البسبارز باعتبارها منطقة واحدة فقط، بمعنى أنه يقوم بمراقبة كل السيستم مرة واحدة، ولكنه لا يميز منطقة العطل بالضبط. بينما الديسكريمينيتنج زون فإنه يقوم بمراقبة مهمة محددة فقط، ولديه القدرة على تمييز مكان العطل على أي زون بالضبط. لاحظ في هذه الصورة والتي يطلق عليها بسبار بروتكشن سينجل لاين AC سيركت كيف أنه يوجد CT على كل بي خاص بالdiscriminating زون، وCT آخر خاص بالcheck زون. ولاحظ أن التو CTs على طرفي البستيكشن سيركت بريكر كيف تم توصيلهم بطريقة تحقق لي overlapping على الdiscriminating زون فقط. ويتم تجميع CT السكندري مع supervision relay والhigh impedance والمتروسيل على ما يسمى بالبس واير الخاص بكل زون، وبالتالي سوف يكون لدينا بس واير خاص بزون A، وبس واير خاص بزون B، وبس وير خاص بالتشيك زون. الديسكريمينيتنج زون قادر على تمييز مكان العطل هل هو على بسبار A أو على بسبار B، بينما التشيك زون فإنها تكتشف حدوث عطل على بسبار A وبسبار B وكأنهم بسبار واحد فقط. ونريد التنويه إلى نقطة مهمة جدا، هو أن التشيك زون يمكن استخدامها مع الهاي امبيدنس أو اللو امبيدنس ديفرنشال بروتكشن، وليست هي محصورة على نوع محدد فقط. ملهم نهضة وطن. لكي يعمل البسبار بروتكشن تريب ريلي يلزم أن تشتغل الحماية التفاضلية على الديسكريمينيتنج زون وعلى التشيك زون في آن واحد كأند جيت. ويمكن التعبير عن الأند جيت في دوائر التحكم من خلال توصيل أكثر من كونتاكت على التوالي كما هو ظاهر في هذه السيركت، حيث لاحظ بأن الكونتاكت الخاص بالـ 87A والذي يمثل الديسكريمينيتنج زون سوف يمر من خلال الكونتاكت الخاص بالـ 87 تشيك والذي يمثل التشيك زون قبل ذهابه إلى تريب ريلي. وفي بعض البسبار بروتكشن سكيم فإنه يتم وضع الـ 87 تشيك على طرف النيجاتيف، بمعنى أنها شرط لوصول النيجاتيف إلى تريب ريلي، بينما يتم وضع الـ 87A على طرف البوزيتيف، بمعنى أنه شرط لوصول البوزيتيف إلى تريب ريلي. ملهم نهضة وطن.
إذا كان الأداء دبل بس بار وادوانس سيركت بريكر، فإن السي تي سكندري سوف يذهب إلى الهاي إمبيدنس بس بار بروتكشن من خلال ما يسمى بالسي تي سويتشنج، والذي يستخدم الـ ABB RX MBV4 كمثال عليه، حيث يوجد لدي ريلي لحماية البس بار 1A وريلي آخر لحماية البس بار 2A. ولاحظ أيضا بأن البس بار تشيك زون يقوم بحساب جميع التيارات الداخلة والخارجة من البيز فقط. إذا خرج أحد الريليهات من الخدمة بسبب الصيانة أو أنه حدث عليه فيل، فإنه يجب أن نذهب إلى البسبار بروتكشن بانل ونختار خيار أوت من السليكتر سويتش الخاص به. وهذا الخيار معناه أنك قمت بعمل باي باس على الأوتبوت كونتاكت الخاص بهذا الريليه، لأن هذا الريليه لن يعمل على الإطلاق لأنه في حالة صيانة أو في حالة فيل. أما إذا حدث فتح في دائرة السي تي سكندري بالخطأ مثلا، فإن السي تي سوبر فيجن سوف يقوم بعمل شورت على دائرة السي تي سكندري، ومن ثم يقوم بعمل باي باس على الأوتبوت كونتاكت الخارج من الريليه. وهذا معناه إلغاء عمل الريلي الخاص بهذا السي تي الذي فتحت دائرته، والذي أصبح في هذه الحالة يسمى سي تي أنهيلثي. ولأن هذا الكلام السابق ينطبق على الديسكريميناتينج زون وعلى التشيك زون، فإننا سوف نقع في مشكلة جديدة، وهو أنه لو قمت بعمل أوت على الديسكريميناتينج زون وفي نفس الوقت قمت بعمل أوت على التشيك زون، فإنه سوف يقوم بعمل باي باس على الأوتبوت كونتاكت لكل منهم. وهذا معناه أنه سوف تصل إشارة البوزيتيف من طرف الديسكريميناتينج زون، وسوف تصل إشارة النيجاتيف من طرف التشيك زون على طرفي التريبنج ريلي، مما يصدر إشارة فصل خاطئة للبسبار بروتكشن. وكذلك الحال أيضا أنه لو حدث سي تي أنهيلثي على الديسكريميناتينج زون وفي نفس الوقت حدث سي تي أنهيلثي على التشيك زون، فهذا معناه أنه سوف تصل إشارتي البوزيتيف والنيجاتيف على طرفي التريبنج ريلي، مما يجعل البسبار يصدر إشارة فصل خاطئة أيضا. ولحل هذه المشكلة فإننا قمنا بعمل تعديلات وإضافة شروط أخرى في دائرة التشيك زون، حيث قمنا بمنع النيجاتيف ان تصل الى التريبنج ريلي في حال كان كلا الريليهين في وضع اوت، او في حال كان كلا السي تيز الخاص بالديسكريميناتينج زون والتشيك زون في حاله انهيلثي، وذلك من خلال اضافه نورمالي كلوز كونتاكت في التشيك زون بانل كما هو ظاهر في هذه الصوره. ولكن في هذه السيركت سوف نلاحظ وجود مشكله جديده، هو انه لو كان الديسكريميناتينج زون في وضع اوت والسي تي الخاص به هيلثي، بينما التشيك زون كان في وضع ان ولكن السي تي الخاص فيه في وضع ان هيلثي، فهذا معناه ان البوزيتيف والنيجاتيف سوف تصل مره اخرى الى طرفي التريبنج ريلي، مما يعني ان الديفرنشال ريلي سوف يصدر اشاره فصل خاطئه. المفروض في هذه الحاله انه يجب ان لا يعمل الريلي الخاص بالديفرنشال بروتكشن، وذلك لانه لا يوجد دليل قاطع على وجود عطل على بسبار بروتكشن، وذلك لانه مبني على شكين. الشك الأول هو أن الديسكريميناتين زون خارج الخدمة، والشك الثاني هو أن السي تي سكندري الخاص بالتشيك زون في حالة أوبن. لذا يجب تعديل الشروط مرة أخرى حتى لا يعمل التريبنج ريلي الخاص بالبسبار بروتكشن في هذه الحالة، وتكون الرسمة النهائية كالتالي. والهدف من وجود مقاومة هنا على التوازي هو المحافظة على وجود نيجاتيف على التريب ريلي كويل، حتى لا يصاب هذا الكويل بتآكل كيميائي مع الزمن، وذلك لأن هذه الحماية بالذات قد لا تعمل لفترة زمنية طويلة، وبهذا الشكل تكون هذه الريلي أو هذه الحماية على جاهزية وتحفيز دائم. وهذا الجدول يوضح فلسفة التشغيل الـ 132 دبل بس بار بروتكشن في ظروف التشغيل المختلفة في المحطات الكهربائية، وفيه تم تجنب أغلب حالات التشغيل الخاطئة للبس بار بروتكشن. وهذا الجدول تم استنتاجه من السيركت النهائية التي تم عملها في البس بار بروتكشن سكيم. في هذا الجدول تم وضع 9 احتمالات للتشغيل، 5 منها يجب أن يصدر الريلي عليها إشارة فصل، و4 منها يجب أن لا يصدر الريلي عليها إشارة فصل. يمكن لك دراستها بالتفصيل بنفسك. الهاي إمبيدنس ديفرنشال بروتكشن ريليز يوجد منه نوعان، النوع الأول يسمى بالفولتج كاليبريتد ريلي، أما النوع الثاني فيسمى بالكرنت كاليبريتد ريلي. أما الفولتج كاليبريتد ريلي فله أكثر من تاب في حدود من 25 إلى 175 فولت، وكل ستيب لها 25 فولت، أو في حدود من 25 إلى 325 فولت، وكل ستيب لها 50 فولت، أو في حدود من 15 إلى 185 فولت، وكل ستيب لها 5 فولت فقط. وغير مطلوب مع هذا النوع من الريليهات تركيب أي external resistors، لأن الريليه مقاومته عالية أصلا. ولتحديد قيمة الفولت كرنت سيتنج، فإنه يلزم معرفة الريلي أوبريتنج كرنت لكل تاب،
وإذا كان الريلي أوبريتنج كارنت قليل فإنه يمكن إضافة شنت ريزيستور لزيادة قيمته. ومن الأمثلة على هذا النوع من الريليهات هو الـ MFAC14 أو 34. لاحظ معي في هذا الجدول أنه كلما ارتفع الريلي فولت ستيتنج فإنه سوف يرتفع معه الريلي أوبريتنج كارنت. أما النوع الثاني والذي يسمى بالكرنت كاليبريتد ريلي فله بيرد ثابت وقليل جدا يصل إلى 1 فولت أمبير فقط، ويجب حينها أن يتم إضافة مقاومة عالية على التوالي مع الريلي كويل والتي تسمى بالاستابلايزنج ريزيستور حتى يصبح هاي امبيدنس ريلي، وله أكثر من تاب حسب حساسية التيار المطلوبة في الفاينل سيتنج. وهذا الريلي الذي في الصورة له رينج من 1 إلى 4 أمبير وكل ستيب قيمته 0.5 أمبير. ويوجد لدي أكثر من رينج كرنت سيتنج لهذه النوع من الريليهات حسب الحساسية والدقة المطلوبة، حيث يوجد ريليهات الرينج تاعها من 0.025 حتى 0.1 كماكسيمم، وكل ستيب يمكن حسابها من قيمة الماكسيمم تاب ناقص قيمة المينيمم تاب على 6. والريليه الظاهر في الصورة فإن المينيمم تاب كرنت سيتنج له هو 1 أمبير والماكسيمم تاب كرنت سيتنج له هو 4 أمبير، ويمكن حساب الستيب عندما نقول 4 ناقص 1 على 6 ويساوي 3 على 6 ويساوي 0.5 لكل ستيب. ملهم نهضة وطن. لحماية البسبار فإننا نقوم بتوصيل جميع CTs secondary الخاصة للمنطقة المراد حمايتها ومن ثم إرسالها إلى الهاي إمبيدنس ريلي المتصل معه استابلايزنج ريزيستور على التوالي كما هو ظاهر في الصورة، حيث افترضنا بأن نوع الهاي إمبيدنس ريلي المستخدم هو كارنت كاليبريتد ريلي الفولتية الناشئة على أطراف الريلي خلال أي عطل خارجي والتي تسمى بالفي ريلي سوف تساوي قيمة تيار I1 الخارج من CT1 secondary لحظة العطل والذي يمكن إيجاده من خلال الشورت سيركت كالكوليشن مضروب في RCT1 زائد RL1، حيث الـ RCT1 هي المقاومة الداخلية لمحول التيار والتي يطلق عليها CT1 winding resistance، بينما الـ RL1 هي مقاومة الأسلاك أو ما تسمى بالليد ريزيستنس الخارجة من طرفي CT والذاهبة إلى الريلي. وتشمل هذه المقاومة هي مقاومة السلك الذاهب إلى الريلي والسلك الراجع إلى محول التيار معا على التوالي، ويمكن التعبير عن RL1 بأنها تساوي 2RL. ويمكن التعبير عن قيمة الفولتية الناشئة على أطراف الريلي والتي تسمى بالفي ريلي بطريقة أخرى، حيث نقول بأنها القيمة الناتجة من ضرب التيار المار في الريلي نفسه والذي يسمى IR بقيمة مقاومتي الريلي والاتزان، وذلك لأنهم متصلين على التوالي. والمفروض بأن كلا المعادلتين أن تعطي نفس قيمة الفولتية، وذلك لأن الدوائر متصلة مع بعضها البعض على التوازي، ومن المعروف أن الفولتية على التوازي تبقى نفسها. ويمكن تعويض قيمة الفولتج ريلي أو الفولتج على أطراف الريلي الخارجة من المعادلة الأولى في المعادلة الثانية، حيث نقول بأن الفولتج ريلي تساوي I1 وهو التيار المار في السكندري لحظة العطل مضروبا في RCT1 زائد RL1، وتساوي ILR وهو التيار المار في الريلي نفسه ضرب R الإكويفلنت، وهذه الR هي مجموع مقاومة الريلي زائد مقاومة الاستابلايزنج ريزيستور. وبالتالي فإنه يمكن التعبير عن الR إكويفلنت أو الR المكافئة بأنها تساوي IL1 مضروبة في RCT1 زائد RL1 على ILR، والتي هي نفسها كما قلنا بأنها مقاومة الريلي زائد مقاومة الاتزان. ويمكن حساب قيمة مقاومة الاتزان المطلوب تركيبها على التوالي مع الريلي من هذه المعادلة وبشكل مباشر، حيث قلنا لكم بأن الR equivalent هو مجموع قيمة مقاومة الريلي ومقاومة الاتزان، وبالتالي فإن مقاومة الاتزان تساوي R equivalent ناقص الR ريلي، وكما قلنا لكم فإن الR equivalent تساوي I1 في RCT1 زائد RL1 على ILR. المفروض أنه عند حدوث عطل خارجي أن يكون التيار الذاهب إلى الريلي يساوي صفر نظريا، ولكن أسوأ سيناريو ممكن أن يحدث هو أن يكون هناك عطل خارجي يجعل أحد CTs على أحد أطراف الريلي يدخل في مرحلة الساتوريشن. فإذا دخل CT في مرحلة الساتوريشن فهذا يعني بأن السكندري إلكتروموتيف فورس سوف تصبح صفر، ويمكن تمثيل هذه الحالة بوضع شورت سيركت على CT سكندري. ويجب أن نضمن أن يبقى الريلي مستقر أثناء هذا العطل الخارجي حتى
حتى لو دخل أحد محولات التيار في مرحلة التشبع. حيث لاحظ معي في هذه الصورة بأن التيار I1 الناشئ من السيتي سكندري لحظة العطل الخارجي سوف يجد أمامه مسارين ليعود بهما إلى مصدره، إما من خلال الهاي إمبيدنس ريلي أو من خلال الشورت سيركت. وبالطبع فإن أغلب التيار سوف يمر من جهة الشورت سيركت وكأن هناك سيتي واحد فقط. وبالتالي فإن الفولتية على أطراف الريلي سوف تكون V ريلي تساوي I1 في RCT زائد RLL. وبالتالي فإنه مطلوب مني أن أقوم بتعديل الريلي إمبيدنس حتى تصبح الفولتية المطلوب منها تشغيل الريلي والتي تسمى بالفولتج سيتنج أكبر من الفولتج ريلي الناشئة في مثل هذه الحالات. لأنه لو كانت قيمة الفولتج سيتنج أقل من هذه القيمة فهذا يعني أنه هناك احتمال أن يعمل الريلي في حالة الأعطال الخارجية ودخول أحد محولات التيار في مرحلة التشبع. وبما أن الفولتج سيتنج يجب أن يكون أكبر من الفولتج ريلي في مثل هذه الحالات، فإن الـ IR في الـ R equivalent يجب أن يكون أكبر من الـ I1 في الـ RCT زائد الـ RL. وبالتالي فإن الـ R equivalent سوف تكون أكبر من الـ I1 على IR مضروبا في الـ RCT زائد RL. وبما أن الـ R equivalent يساوي R stabilizing زائد R relay، فهذا معناه بأن قيمة الـ stabilizing resistor المطلوب تركيبها على التوالي مع الريلي يجب أن تكون أكبر من I1 على IR مضروبة في RCT زائد RLL ناقص RL ريلي. إذن فإننا نضمن استقرار الـ High Impedance ريلي عند حدوث Saturation لأحد محولات التيار لحظة العطل الخارجي، وذلك من خلال رفع قيمة الـ Voltage Setting لتكون أكبر من الـ Voltage ريلي الناشئ على أطراف الريلي في هذه الحالة، بالإضافة إلى اختيار قيمة R Stabilizing مناسبة نضمن فيها أن التيار الناشئ من حدوث CT Saturation والذهب إلى الريلي لن يكون قادر على تشغيله. قيمة التيار الابتدائي المطلوب لتشغيل الريلي لحظة الأعطال الداخلية يجب أن يكون على الأقل 15% من أقل قيمة تيار عطل متوقعة، ويمكن حسابه من المعادلة التالية، حيث الريلي أوبريتنج كرنت تساوي إن الكابيتال هو السيتي ريشيو مضروب في ILS وهو التيار التي يعمل عندها الريلي زائد إن السمول وهو عدد محولات التيار الموصولة مع بعضها على التوازي مضروب في ILE وهي الماجنتايزنج كرنت أو تيار المغنطة. ولضمان أن لا يدخل السيتي في مرحلة الساتوريشن بينما الريلي لم يشعر بالعطل الداخلي أصلا، فإنه يجب اختيار السيتي مي بوينت فولتج بحيث تكون قيمته أكبر من ضعف الفولتج سيتنج. وفي بعض الأحيان فإنه يتم استخدام فولت سيتنج ريزيستور موصلة على التوازي مع الريلي سيركت لزيادة قيمة الفولت كرنت، فتصبح قيمة تيار التشغيل حينها هو مجموع التيار المار في السيتنج ريزيستور بالإضافة إلى التيار المار في الريلي نفسه. أما استخدام الميتروسيل ريزيستانس أو ما تسمى بالنون لينير ريزيستانس فكما قلنا من قبل أنها تستخدم لتحديد قيمة الفولتية الناشئة بسبب الهاي إمبيدنس ريلي أثناء الأعطال الداخلية. في المقاومة العالية سوف ينشأ على أطرافها فولتية عالية كبيك فولتج تؤثر على الأسلاك والريلي وقد تتعدى حدود العازلية لهم. وعادة ما يتم استخدام الميتروسيل فقط في الحالات التي يتجاوز فيها قيمة الفولتج بيك على أطراف الريلي لحظة الأعطال الداخلية قيمة 3500 فولت بيك، وفي بعض المراجع 3000 فولت بيك، وذلك يعود حسب نوع الريلي المستخدم. ويمكن حساب قيمة الفولت بيك المتوقع لحظة الأعطال الداخلية من خلال هذه المعادلة، والتي تذكر المراجع أن هذه المعادلة تم استنتاجها من الخبرة العملية، حيث الـ V بيك تساوي 2 مضروب في جذر ما تحت الجذر 2 مضروب في V مي بوينت للسي تي مضروبا في الـ V فولت ناقص V مي بوينت للسي تي. ويتم استخدام هذه المعادلة إذا كانت قيمة السي تي مي بوينت فولتج وهي الـ VK أقل من الـ V فولت على 2، أما إذا كانت الـ VK أقل بكثير من الـ V فولت وهي الفولتية الناشئة على أطراف الريلي لحظة العطل، فيتم استخدام معادلة أخرى للتسهيل لإيجاد قيمة الـ V بيك وهي كما يلي، حيث الـ V بيك سوف تساوي 2 مضروبة في جذر ما تحت الجذر 2 VK V فولت. أما V الفولت فتساوي I الفولت سكندري مضروبة في RCT
زائد 2 ار ال ال زائد مقاومه الاستابلايزنج ريزيستور. لاحظ من هذه المعادله بان ارتفاع قيمه مقاومه السي تي ومقاومه الاسلاك سوف يزيد من قيمه الفي فولت، وبالتالي فان ارتفاع قيمه الفي فولت سوف يزيد من قيمه الفي بيك، وبالتالي سوف نقترب من حدود انهيار عازليه الريلي كويل. وعاده ما ينصح بتقليل قيمه مقاومه الاسلاك من خلال زياده الكروس سكشن لها، حيث الار يساوي رو ال على اي، فاذا زادوا قيمه اي سوف تقل معي قيمه الار. ويمكن التعبير عن المتروسيل كاركترستيك من خلال استخدام هذه المعادلة، حيث الفي متروسيل سوف يساوي الاي متروسيل قوة بيتا مضروب في سي، وبيتا وسي هي عبارة عن ثوابت تتغير حسب نوع المتروسيل المستخدم. وهذا الجدول يوضح لي بعض أنواع المتروسيل التي يمكن استخدامها مع قيم الثوابت سي وبيتا المذكورين في المعادلة، بالإضافة إلى قيمة الريليستينج فولتج لها. ملهم، نهضة وطن. إذا فتحت دائرة السي تي سكندري بالخطأ أثناء الصيانة أو الاختبارات، فإن ذلك سوف يسبب نشوء أنبالانس كارنت يمر من خلال الريلي والمتروسيل والشنت ريزيستور والسي تي ماجنتايزنج إمبيدانس، وهذا التيار سوف يسبب تشغيل خاطئ للبصمات بروتكشن في حالتي اللود والثرو فولت كونديشن، وبالطبع حسب قيمة السيتنج الموضوعة. لذا عادة ما يستخدم بصمات بروتكشن سوبر فيجن ريلي يعمل بالجهد، وعادة ما تكون قيمة الجهد حسب الفاينل سيتنج إما 5 أو 10 فولت فقط. إذا كان هناك أنبالانس كارنت يساوي 10% من أقل تيار حمل موجود على أحد الفيدرز المتصلة مع بعضها البعض على التوازي في البصبارة بروتكشن، فإن السوبر فيجن ريلي سوف ينتظر 3 ثواني حتى يعمل شورت سيركت على البصوير الخاصة بهذه السيتيز، وذلك حتى لا يتدمر الريلي ومقاومة الاتزان من الفولتية الناشئة من دائرة السيتي المفتوحة. بالإضافة أن السوبر فيجن ريلي يجب أن يرسل إشارة إلى الإسكادة ليخبره بأن البصمات بروتكشن از فولتي. اما سبب الثلاث ثواني هو للتاكد وتجنب التشغيل الخاطئ للسوبر فيجن ريلي بسبب الانبالانس كارنت الناشئ من حدوث الاعطال. ومن الامثله على البصمات سوبر فيجن ريلي هو الان بي تي بي 31 او الفي تي اكس 31. لاحظ بانه اذا فتحت دائره سي تي 1 فان تيار الاي 1 سوف يمر من خلال الماجنتايزنج امبيدنس وهي الزد ام 2 والزد ام 3، بالاضافه الى الريلي توتال ريزيستنس وهي الار زائد الار ستابلايزنج. وبالتالي فان الفولتيه التي يمكن ان تنشا على اطراف السوبر فيجن ريلي والتي تسمى بالفي سوبر فيجن سوف تساوي اي 1 مضروبه في ار الريلي زائد ار ستابلايزنج كلها على التوازي مع زد ام 2 وزد ام 3. الان دعونا ناخذ بعض الامثله العمليه لتقريب مفاهيم هذه المعادلات. اذا كان قيمه تيار العطل الخارجي هو 10 كيلو امبير وكان السي تي ريشيو هو 400 الى 1، بينما الريلي وايندنج ريزيستنس 3 اوم وكانت مقاومه الاسلاك الكليه السي تي كونكشن كيبل تساوي 2 اوم، وكانت الماجنتايزنج كارنت الخاص بمحور التيار يساوي 30 ملي امبير عند الجهد 150 فولت، والريلي بيك اب كارنت يساوي 20 ملي امبير. 1. ما هي قيمه الريلي فولت سيتنج المطلوب ضبط الريلي عندها؟ 2. ما هي اقل قيمه مينيمم بيك اب كارنت يمكن استخدامها؟ 3. ما هي قيمة الني بوينت فولتج المطلوبة لمحول التيار؟ أولا نقوم بحساب قيمة الفولتية الظاهرة على أطراف الريلي لحظة العطل الخارجي، ومن ثم نضرب هذه القيمة ب 20% كعامل أمان لإيجاد قيمة الريلي بيك اب سيتنج فولتج، حيث الفولتية الظاهرة على أطراف الريلي عند هذا العطل سوف تساوي اي الفولت برايمري على السي تي ريشيو حتى نحول هذه القيمة إلى السكندري، ومن ثم نضربها بالار سي تي زائد ار ال ال. وبالتالي فإن قيمة تيار العطل هو 10,000 تقسيم السي تي ريشيو هو 400 مضروب في 3 زائد 2، وهي مقاومة السي تي ومقاومة الأسلاك، وتساوي 125 فولت. وبعد إيجاد قيمة الفولتية على أطراف الريلي عند هذا العطل فإننا نقوم بإيجاد الفولت سيتنج والتي يجب أن تكون أكبر ب 20% من الفولتج ريلي كسيكوريتي مارجن، وبالتالي فإن الريلي بيك اب سيتنج فولتج سوف تساوي 1.2 مضروبة في 125 فولت ويساوي 150 فولت. الآن نقوم بحساب قيمة تيار التشغيل المطلوبة والتي تسمى بالمينيمم بيك اب كارنت، حيث الاي اوبريتنج كارنت سوف تساوي ام كابيتال وهي السي تي ريشيو كما قلنا 400 الى 1 مضروبة في اي ال اس وهو التيار اللازم لتشغيل الريلي وهو كما قلنا ايضا 20 ملي امبير وهي 0.02
زائد ان السمول وهو عدد محولات التيار الموصولة مع بعضها على التوازي وهو كما هو ظاهر في الصورة هو 2 ضرب اي ال اي وهو الماجنتايزن كارنت والذي يساوي 30 ملي امبير اي 0.03 وبالتالي فان الاي اوبريتنج كارنت سوف تساوي 32 امبير. اما قيمة الني بوينت فولتج المطلوبة للسي تي المراد تركيبه فهي كالتالي حيث الني بوينت فولتج لهذا السي تي يجب ان يكون اكبر او يساوي 2 في الفي سيتنج التي تم ايجادها من قبل حيث الفي سيتنج تساوي 150 فولت وبالتالي فان السي تي ني بوينت فولتج يجب ان يكون اكبر او يساوي 2 في 150 ويساوي 300 فولت. الان دعونا ناخذ مثال اخر لنقوم باختبار هل مطلوب تركيب مترو سيل ام لا. اذا كانت قيمة تيار العطل الخارجي 10 كيلو امبير وكان السي تي ريشيو المستخدم هو 1000 الى 1 وكانت قيمة السي تي ني بوينت فولتج تساوي 400 فولت بينما الريلي فولت سيتنج يساوي 150 فولت والريلي بيك اب كارنت يساوي 20 ملي امبير فهل مطلوب استخدام مترو سيل ام لا؟ اول شيء نقوم بوضع معادلة الفي فولت حيث تساوي اي الفولت سكندري مضروبة في ار السي تي زائد 2 ار ال ال زائد ار الاستابلايزنج ومن ثم نقوم بحساب الريلي انترنال ريزيستنس حيث الريلي ريزيستنس سوف تساوي 150 فولت على 20 ملي امبير وتساوي 7500 اوم وهنا يمكن لنا اهمال باقي قيم المقاومات لان قيمهم صغيرة جدا بالنسبة لل 7500 اوم وهنا يمكن القول بان الفي فولت سوف تساوي اي الفولت سكندري مضروبة في الريلي انترنال ريزيستنس حيث اي الفولت سكندري هو 10 كيلو امبير تقسيم السي تي ريشيو والسي تي ريشيو هنا 1000 الى 1 مضروبة في 7500 اوم وسوف تكون قيمة الفي فولت هو 75 كيلو فولت. وبما ان قيمة السي تي ني بوينت فولتج والتي يرمز لها برمز في كي تساوي 400 فولت وهي اقل بكثير من قيمة الفي اف والتي تساوي 75 كيلو فولت فاننا نستخدم هذه المعادلة حيث الفي بيك تساوي 2 مضروبة في جذر ما تحت الجذر 2 ضرب في الكي ضرب في الاف وفي الكي هي 400 وفي اف 75 الف وبالتالي فان الفي بيك سوف تساوي 15.5 كيلو فولت. وبما ان قيمة الفي بيك اكثر من قيمة 3000 فولت فيصبح استخدام المترو سيل مطلوب وواجب هنا. وتم وضع مثال مفصل اخر بالحسابات لبسبار هاي امبيدنس بروتكشن من نوع سنجل بسبار وذ كاملا سيركت بريكر والمطلوب فيه هو ايجاد الفولت سيتنج والار استابلايزنج للثري زون مين 1 وهو ديسكريميشن زون للبسبار الاول مين 2 وهو ديسكريميشن زون للبسبار الثاني بالاضافه الى التشيك زون. وفي هذا المثال سوف نلاحظ بان الزون الواحده لها اكثر من لوب ريزيستنس لذا فاننا نقوم بحساب اللوب ريزيستنس لكل مسار ومن ثم نختار ماكسيمم لوب ريزيستنس من بينهم وهذا بالتاكيد لان الفولتيه الاعلى سوف تذهب الى المقاومه الاعلى وبالتالي فان الريلي سيتنج فولتج سوف تساوي اي الفولت على السكندري مضروبه في الار لوب ريزيستنس والار لوب ريزيستنس هو الماكسيمم لوب ريزيستنس. وبعد ايجاد قيمه الريلي سيتنج فولتج فاننا نقوم بحساب قيمه السي تي مي بوينت فولتج مينيمم والتي تساوي 2 في في سيتنج. اما بالنسبه للكرنت ريلي الذي تم اختياره في هذه الحاله فالبرد له 3500 اوم بينما الاوبريتنج كرنت او التيار اللازم لتشغيل هذا الريلي هو 30 ملي امبير وبالتالي فان الفولتج دروب على اطراف هذا الريلي سوف يساوي 30 ملي امبير ضرب 3500 اوم وسوف يساوي 105 فولت. اما بالنسبه للسيريز استابلايزنج ريزستور المطلوب تركيبها فيمكن ايجادها حسب هذه الحسابات بطريقتين اما ان نقول هي فرق الجهد على الاستابلايزنج ريزستور نفسها على 30 ملي امبير وهي التيار اللازم تشغيل الريلي او ان نقول هي في سيتنج على اي سيتنج ناقص مقاومة الريلي. وعادة ما يتم التأكد من ان الاستابلايزنج ريزيستور قد تم ضبطها بشكل صحيح بطريقتين اما من خلال قياسها بالمالتي ميتر مباشرة او من خلال تطبيق جهد الفي سيتنج وهو في هذه الحالة 130 فولت ومن ثم تعديل قيمة المقاومة حتى يصل التيار المسحوب الى قيمة 30 ملي امبير وهو التيار اللازم لتشغيل الريلي. ويمكن حساب قيمة الشنت ريزيستنس من خلال ايجاد قيمة التوتال اوبريتنج كرنت ومن ثم ايجاد قيمة الشنت كرنت ومن ثم ايجاد قيمة الار شنت ريزيستنس حيث
حيث تساوي الـ V-Sitting على هذا الشنت كرنت. والـ Total Operating Current عادة هو مجموع التيارات المارة في الـ Supervision Relay والـ High Impedance Relay والـ City Magnetizing لجميع هذه اللوب، بالإضافة إلى الشنت Resistance والمترو سيل. حيث إذا أردنا إضافة المترو سيل كرنت إلى التوتال أوبريتنج كرنت، فيتم إيجاد قيمة هذا التيار من هذه المعادلة. ولكن عادة ما تكون قيمة المترو سيل كرنت قليلة جدا ويمكن إهمالها. ويمكن استخدام هذه المعادلة أيضا عند اختبار المترو سيل، حيث نقوم بتطبيق جهد AC على المترو سيل ومن ثم قياس التيار من خلال أميتر ومقارنة قيم التيار المقاسة بقيم التيار الناتجة من هذه المعادلة. وهذا في حال أردنا اختبار المترو سيل بطريقة تقليدية وليس من خلال الـ CBC 100 كما ذكرنا في الحلقة العاشرة. ونقوم بتطبيق نفس هذه الخطوات التي ذكرناها تماما في حال إيجاد الـ Setting لـ Main 1 و Main 2 و Check Zone. وقمنا بعمل حسابات تفصيلية للـ High Impedance Busbar Protection لـ Zone 1 و Zone 2 و Check Zone، يمكنكم دراستها ذاتيا لمزيد من المعلومات. وعادة ما يتم عمل أغلب حسابات الـ Final Setting المطلوبة سواء للخطوط أو للمحولات أو للبسبار من خلال Excel Sheet جاهز، وسوف نضع لكم مثال على هذا الإكسل شيت في المرفقات. وبهذا القدر نكتفي في محاضرة اليوم. كونوا معنا في الحلقة القادمة والأخيرة والتي نشرح فيها اختبارات الاستابيليتي والسنسيتيفيتي للترانسفورمر واللاين والبسبار ديفرنشال بروتكشن. نلقاكم على خير. السلام عليكم.